مستهل جولتنا في صحف أمريكا الجنوبية من الأرجنتين، حيث توقفت يومية لاناسيون عند الانتقاد الشديد للإدارة الاقتصادية للحكومة من قبل نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر، التي نفت وجود أي خلاف مع رئيس الدولة ألبرتو فرنانديز. كيرشنر أضافت أن الخلافات داخل الأغلبية ليست عراقاً، ولكنها مناقشة أفكار بينها وبين رئيس الدولة حول قرارات الحكومة. وفي البرازيل، ذكرت يومية غلوبو أن الرئيس الأسبق لويس إغناسيو لولا دا سيلفا ما زال يحتفظ بتقدم بنحو 15 نقطة مئوية على منافسه المباشر الرئيس الحالي جير بولسونارو، وذلك على بعد 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية وفقا لاستطلاع نشر يوم الجمعة. ويظل زعيم حزب العمال اليساري المرشح الأوفر حظا للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل بحصوله على 44% من نوايا التصويت. وفي البيرو، ذكرت صحيفة للريبوبليكا أن اللجنة الدستورية للكونغرس قد قامت بإقبار مشروع القانون الذي كان يرمي إلى إحداث جمعية تأسيسية، وهكذا يرفض الكونغرس مبادرة السلطة التنفيذية باستشارة السكان حول وجاهة تشكيل جمعية تأسيسية تكون مسؤولة عن صياغة قانون أساسي جديد للبلاد. وفي كولومبيا، أفادت التيمبو بأن الحكومة سمحت بتطبيق الجرعة الرابعة من لقاح فيروس كورونا للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، التي يمكن تطبيقها بعد 4 أشهر من أول جرعة معززة. وجاء هذا الإعلان من قبل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الذي أشار إلى أن 70% من سكان البلاد ممنعون بجرعتين من لقاح كوفيد 19.